تنتج لوحدها أكثر من 80% من فواكه الحمراء على المستوى الوطني، مستفيدة من طبيعة التربة والمناخ المساعد. روبرتاج فؤاد عزوزي، عثمان ميركاتو. بيوت بلاستيكية انتشرت فوق هذه الأرض الخصبة المعطاء بين قصر الكبير والعرائش، تعرف بمنطقة اللوكوس التي باتت تتوفر في الموسم الفلاحي الحالي على 4000 هكتار من الأراضي المزروعة بالفواكه الحمراء، بينها 3000 هكتار من توت الأرض. هنا بمنطقة العوامرة تنتج أصناف عدة منها. معروفة يعني بالفواكه الحمراء، هي منطقة يعني من القنيطرة وجهة العرائش، يعني منطقة رملية جات على الساحل. المنطقة كانت معروفة بواحد الصيف، واحد الفاريتي اللي هي كاماروسا، دابا مبقاتش عندنا في السوق، دخلوا أصناف جديدة، وحنا دائما كنقلبوا على أصناف اللي هي كتعطي مردودية وكتكون ذو جودة عالية وكتصبر حتى بالنسبة للوقت ديال التصدير. مهنيون يسعون إلى تحسين الإنتاج، ولا سيما وأن نحو 70 إلى 90% من الفواكه الحمراء المنتجة بمنطقة لوكوس تصدر نحو 16 دولة في العالم، خاصة بالاتحاد الأوروبي. الوحدة ديالنا تقوم بتلفيف ابتداء من 15 نوفمبر إلى غاية 15 مارس. بالنسبة للأسواق المستهدفة، كاينة أوروبا الغربية بصفة بالخصوص، إنجلترا، إسبانيا، فرنسا. نطلبوا الله تعالى تبارك يعاوننا ونزيدوا نديروا واحد الطابي ديال رونو باش تزيد العاملة تزبر واحد خدمة سهلة، ماشي هي تمكن بيديها. منطقة اللوكوس تتوفر على أزيد من 550 ضيعة تنتج نحو 130 ألف طن سنويا من الفواكه الحمراء، وتوفر 4 ملايين يوم عمل في السنة. محتلة بهذه الأرقام الصدارة إنتاجيا بنسبة تزيد عن 80% من معدل الإنتاج الوطني لهذه الفواكه. في إطار صندوق التنمية الفلاحية استطاع المنطقة أن تكون عندها 21 وحدة ديال التثمين، ديال هذا المنتوج، لا ديال التلفيف ولا ديال تجميد هذه الفواكه الحمراء، حيث انه 50% ديال الانتاج ديال توت الارض كلها تتصدر برا، يعني الاتحاد الاوروبي مجمدا. والهدف الا تتجمد سرعه تطور هذا القطاع المدر للعمله الصعبه برقم معاملات يصل الى 1.4 مليار درهم، والمأمول ان ينعكس هذا التطور ايجابا على ظروف اشتغال العاملات في الضيعات. علما أن زراعة الفواكه الحمراء بمنطقة اللوكوس توفر نحو 18 ألف منصب شغل قار. والفلاحة محور